غزوة أحد كل لحظاتها دروس وابتلاءات، وأشد هذه الابتلاءات استشهاد حمزة رضي الله عنه وأرضاه عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وأحب أعمامه إلى قلبه. أسلم حمزة في السنة السادسة للبعثة، وكان قويا شجاعا، بل بإسلامه قويت شوكة الإسلام. قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد غدرا، فحزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حزنا شديدا. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: عندما قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه ومثل به، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لئن ظفرت بقريش لأمثلن بسبعين رجلا منهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال عليه الصلاة والسلام: بل نصبر يا رب. صلوا عليه صلوا.